السيد رئيس جامعة بغداد المحترم، السادة عمداء المحترمون، الحضور الكرام، أساتذة الأفاضل، إخواني الأعزاء، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نتكلم عن أئمة الهدى وعلام التقى نجد أنفسنا في رحاب الملكوت الأعلى، ونجد أن الباب ينفتح على مصراعيه عن حدائق غنة وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة معطرة بنفحات العشق الرباني لسيد الأكوان وحبيب الرحمن البطل الهمام السيد المهيب العابد العامل الصادق الأمين، ذلك مولاي وسيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد شرف بمولده الأكوان، وتضوعت مسكاً به الأرض والجنان، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. يا رسول الله، يا أبا الزهراء، إن الكلمات لتطأطأ لمجدكم، وتسجد أمام هيبتكم، وتنحني لنوركم، وأنى للكلمات يا سيدي أن تصف نوركم أو تحيط بعلمكم، فأنتم خزانة علم جبار السماوات والأرض، وأنتم ضياء العالم العلوي. بكم أخرجنا الله من الضلالة، ومن علينا بنعمة الإيمان، وألبسنا ثوب سؤدد ورحمة. كريم هاشمي من أولاد الكرام، جعلت فداك يا أبا القاسم. إننا إذ نجدد العهد معكم سيدي في يوم مولدكم الذي تزامن مع مولد إمام الهدى سليل الدوحة النبوية والغرة الهاشمية، صادق العلم والقول ومعلم الإنسانية شتى أنواع العلوم التي دان لها الغرب قبل العرب والعدو قبل الصديق، نقولها سادتي آل بيت النبي: إنا محبون بل نحن عاشقون متيمون. جعلنا الله تعالى من السائرين على نهجكم والمتمسكين بكم، رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم. باسمي ونيابة عن اللجنة المنظمة لاحتفالية المركزية في المولد النبوي المبارك في كلتي الزراعة والطب البيطري، نهنئ مولانا صاحب العصر والزمان الإمام الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا ومراجعنا العظام، سيما سماحة آية الله العظمى السيد علي السستاني أدام الله ظله الوارث بالمولد النبوي المبارك، سائلين المولى جل في علاه أن يحفظ العراق وشعبه، وينصر أبناءنا من الجيش العراقي الأبي والحشد الشعبي البواسل على أعداء الإسلام. رب ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله.